بداية من توفير الملابس وحتى توفير السكن. تعمل جمعية الأيادي الرحيمة في مصراتة بكل مجهوداتها لمساعدة الأسر المحتاجة في المدينة وتقدم لهم يد العون. بها العديد من المشاريع، والهدف من هذه المشاريع مساعدة كل أسرة محتاجة، كل شخص محتاج يأتي إلى الجمعية، وهذه المساعدة تكون سواء في الأمور الحياتية أو في رحلة علاجية أو حتى في المواضيع الكبرى اللي تواجه هدم الناس اللي جونا، مثل موضوع السكن مثلا. مئات الأسر تساهم الجمعية في مساعدتها بعمل قوامه الشباب المشبع بالطموح والنية الطيبة في تقديم الخدمات لمن يحتاجها. الأسر اللي احنا منضمت لنا تقريبا 2000 أسرة، والعدد في نقصان وازدياد. لما تكون الأسرة طلعناها من المشكلة اللي هي تعاني منها، أو أعطيناها مهنة تقدر تعتمد بها على نفسها، يتم تخريجها من الجمعية. تجربة رائدة في العمل الطوعي تقدم نموذجا آخر من نماذج تماسك الليبيين وتكافلهم ورغبة الشباب في التغيير الحقيقي في المجتمع.